أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج من لندن لليوم وفي عناوينه. سويسرا تستضيف مؤتمرا لدعم أوكرانيا وسط احتدام المعارك شرقا. الدنمارك تستبعد فرضية الإرهاب في حادث إطلاق النار. وفي الصحافة البريطانية نقرأ أيضا: رئيس الوزراء يواجه ردا عنيفا على بنشر. نصف أطفال الأسر وحيدة الوالدين يعيشون في فقر نسبي في بريطانيا. أهلا بكم. يلتقي قادة الدول الغربية في لوغانو السويسرية لدعم أوكرانيا وإرساء أسس لإعادة إعمارها بعد الحرب. وناشد الرئيس الأوكراني دول دعم بلاده فيما أعلنت بريطانيا عن خطة اقتصادية لدعم كييف ووعدت بمساعدتها في بناء اقتصاد قوي بعد الحرب. بينما تستمر موسكو بقصف واستهداف المباني المدنية في مدن أوكرانية عدة، تحتضن مدينة لوغانو السويسرية مؤتمرا دوليا لدعم وإعادة أعمار أوكرانيا التي دمرتها الحرب، حيث ناشد الرئيس الأوكراني فور وصوله للمؤتمر الدول الغربية بدعم بلاده. من الضروري ليس فقط إصلاح ما دمر في أوكرانيا، لكن أيضا خلق أساس جديد لحياة آمنة وحديثة ومريحة وخالية من العوائق لجميع الأوكرانيين. مقر انعقاد المؤتمر سيكون ساحة للعديد من اللقاءات الهامة، منها لقاء رئيس الوزراء الأوكراني ورئيس البرلمان برئيسة المفوضية الأوروبية أورسيلا فوندرلاين لإرساء أسس خطة مارشال لأوكرانيا. حجم المساعدات سيكون من أهم الملفات الحاضرة على طاولة الاجتماع، حيث أشار سيمون بيدو السفير السويسري المكلف تنظيم المؤتمر أنه من المبكر تقدير كل الحاجات، مشددا على أن اجتماعات لوغانو ستوفر بوصلة عمل مستقبلي لإعادة إعمار أوكرانيا. وستكشف بريطانيا خلال المؤتمر عن خطة عمل لمساعدة كييف بحسب وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس. إن إنعاش أوكرانيا بعد العدوان الروسي سيشكل رمزا لتفوق الديمقراطية على التسلط، وسيظهر ذلك لبوتين أن محاولته تدمير أوكرانيا جعلت منها أمة أرقى وأكثر ازدهارا ووحدة. ومن المتوقع أن يقترح بنك الاستثمار الأوروبي إنشاء صندوق جديد لأوكرانيا قد تصل قيمته إلى 100 مليار يورو، فيما قدرت كلية الاقتصاد بكييف الأضرار اللاحقة بالأبنية والبنى التحتية الأوكرانية بحوالي 104 مليارات دولار، في حين خسر الاقتصاد الأوكراني حوالي 600 مليار دولار وفق بعض التقديرات. لكن مع استمرار الحرب في أجزاء من البلاد تبقى مناقشات المؤتمر نظرية يصعب ترجمتها إلى إنجازات عملية، في وقت تنوي لندن تنظيم مؤتمر مماثل بالتنسيق مع كييف وحلفائها، ومن المتوقع أن يتمحور حول إنعاش أوكرانيا في 2030. أكد عمدة لوغانسك أن المعارك مستمرة في قريتين في لوغانسك بعد أن أعلنت القوات الروسية السيطرة على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية بالإقليم. وأوضح عمدة لوغانسك أن دفة المعركة والتركيز من جانب القوات الروسية سينتقل إلى منطقة دونيتسك للسيطرة على كامل دونباس. يستمر الجيش الروسي في قصف شرق أوكرانيا والتقدم في خطة السيطرة على كامل منطقة دونباس، وذلك بعد استيلائه على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية في تطور يمثل اختراقا للقوات الروسية الساعية إلى السيطرة على شرق البلاد. من جانبه أكد حاكم لوغانسك أن بعض المعارك مستمرة في قريتين بالمنطقة، مشددا على أن المدفعية الروسية كانت ستحاصر القوات الأوكرانية حال استمرارها في الدفاع عن ليسيتشانسك. وأوضح حاكم لوغانسك أن دفة المعركة والتركيز من جانب القوات الروسية سينتقل الآن إلى منطقة دونيتسك. وكانت قيادة الجيش الأوكراني قد أكدت أن قواتها اضطرت للانسحاب من المدينة للحفاظ على أرواح جنودها، بينما تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي باستعادة السيطرة على المدينة بفضل خطط الجيش واحتمال الحصول على أسلحة جديدة متطورة.
من جانبه قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده تقف بالكامل مع روسيا في حملتها العسكرية على أوكرانيا، وذلك في إطار التزامها القائم منذ فترة طويلة بالاندماج مع موسكو في دولة الاتحاد. تصريحات اعتبرها الرئيس الأوكراني بمثابة إشارة على تحرك ما، حيث يعتقد بعض المسؤولين الأوكرانيين أن بيلاروسيا قد تشترك بشكل مباشر في الصراع قريبا. ينضم إلينا شبكة مراسلين من كييف عامر العروقي، ومن موسكو يوسف بيغار، ومن لندن عمر المنيري. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك من كييف عامر العروقي، ضعنا في آخر تطورات الوضع الميداني في لوغانسك بالتزامن مع هذه القمة التي تعقد في لوغانو السويسرية لبحث دعم أوكرانيا. نعم، بعدما أعلنت القوات الروسية سيطرتها على مدينة ليسيتشانسك وبسط نفوذها على كامل مقاطعة لوهانسك، قال حاكم مدينة لوهانسك العسكري سيرجي غايدي أن ما زالت المعارك مستمرة في محور ليسيتشانسك. كذلك قالت الاستخبارات البريطانية أن القوات الروسية ستتجه بعدما سيطرت كاملا على مدينة ليسيتشانسك ومحافظة لوهانسك، ستتجه باتجاه إقليم دونباسك وإلى المدينتين الذين لهم أهمية كبرى في هذه المقاطعة، وهي مدينة كراماتوتس ومدينة سلافيانسك، حيث تتمتع مدينة كراماتوتس كأنها عاصمة، كانت عاصمة لمقاطعة دونيتسك بعدما سيطر الانفصاليون على هذه المقاطعة، على جزء من هذه المقاطعة في عام 2014. الجيش الأوكراني ما زال يحتفظ في مقاطعة دونيتسك ب 45% من هذه المقاطعة، ويقول أنه سيرد الجيش الروسي في محاولة منه إذا تقدم إلى مدينة كراماتورس ومدينة سلافيانسك. أيضا قال الجيش الأوكراني أن يجب على المواطنين إخلاء مدينة سلافيانسك، خاصة بعدما أصبحت القوات الروسية متجهة على مشارف هذه المدينة. قبل قليل أيضا دوى انفجار في مدينة خيرسون جنوبي البلاد، وعلى ما يبدو أن هناك هجوما مضاد تقوم به القوات الروسية لصد الهجوم من قبل القوات الأوكرانية التي سيطرت على عدة مناطق في مدينة خيرسون، حسب ما يقول الأوكران أن هذه العملية أصبحت عملية تحرير أراضي خيرسون. ومعروف جدا أن مدينة خيرسون قد سقطت في أول أيام الحرب على أوكرانيا. أنتقل إلى مراسلنا من موسكو يوسف بيغار ليطلعنا أيضا على حقيقة الموقف الروسي من تطورات العملية العسكرية ورواية وزارة الدفاع، خصوصا فيما يتعلق بإقليم دونباس. لينا، ما أكده وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو خلال لقائه اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أن عملية تحرير جمهورية لوغانسك تمت بنجاح بعد سيطرة الجيش الروسي على أغلب الأراضي في جمهورية لوغانسك بما فيها مدينة ليسيتشانسك بحسب التأكيدات الروسية. وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في صورة آخر التطورات عن طريق تقرير عسكري يضم الكثير من الأرقام الميدانية في مسألة مساعي الجيش الروسي في السيطرة بشكل كامل على إقليم دونباس. شيغو قال بأن القوات الأوكرانية تكبدت الكثير من الخسائر خلال الأسبوعين الماضيين في جمهورية لوغانسك، كشف بأن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 5000 مقاتل، وكذلك استطاع الجيش الروسي خلال هذه المدة تدمير 196 دبابة وراجمة صواريخ وإسقاط 8 طائرات مسيرة خلال عملية تحرير جمهورية لوغانسك من القوات الأوكرانية. شيغو أكد بأن الجيش الروسي يعمل في الوقت الراهن على
تطهير أراضي جمهورية لوغانسك من تلك الألغام التي زرعتها القوات الأوكرانية. ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو دعوته وإصداره لأوامر للجيش الروسي بمواصلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، خاصة ما تعلق بإقليم دانباس. الأنظار تتجه الآن نحو جمهورية دانيتسك، وفي الكثير من المناسبات أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أحد أبرز الأهداف أو أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو تحرير إقليم دانباس من القوات الأوكرانية بما فيها جمهورية لوغانسك وجمهورية دانيتسك. ما أكد حتى هذه اللحظات من طرف وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي بات يسيطر وبشكل كامل على جمهورية لوغانسك. ابقى معي يوسف، انتقل إلى مراسلنا عمرو المنيري من لندن ليطلعنا أيضا عمرو على آخر تطورات الموقف البريطاني، حيث أعلنت وزارة الخارجية عن خطط لدعم أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع انعقاد هذه القمة في لوغانو مع القادة الغربيين لبحث سبل دعم أوكرانيا. نعم لينا، بالفعل كما ذكرت ليستروس وزيرة الخارجية ألقت كلمة مهمة في لوغانو في العاصمة السويسرية، وأعلنت أن بريطانيا ستستضيف مثل هذا المؤتمر في العام المقبل، وأن بريطانيا مصرة أن تخرج أوكرانيا فائزة ومنتصرة في هذه الحرب، وأنها ستدعم أوكرانيا بكل الطرق سواء على المستوى العسكري، وهو معناه أن هناك نحو 2 مليار جنيه استرليني بالفعل تم تقديمهما إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى مليار و300 مليون جنيه استرليني من أجل الصحة العامة والمستشفيات والأشياء المدنية الخاصة ببريطانيا من أجل إعادة الإعمار. في المقابل أيضا لا تزال بريطانيا تبحث عن العديد من إصدار عقوبات على الأقل، أو على الأقل تدرس إمكانية مصادرة الأموال التي جمدتها الخاصة بالبنوك الروسية والأفراد الروس والحكومة الروسية، نحو 600 مليار جنيه استرليني تم تجميدها بالفعل، وأيضا 1600 شخص روسي تم وضع اسمهم في العقوبات، بالاضافه الى 200 مليار جنيه استرليني تم مصادرتها او تحجيمها خاصه بالاوليغارش او اثرياء روسيا. كل هذا يصب في ان بريطانيا عازمه على المضي قدما في دعم اوكرانيا، وهي ثاني الدول بعد الولايات المتحده الامريكيه دعما لاوكرانيا من حيث الموقف العسكري ومن حيث الموقف المدني. ليستروس أيضا قالت أنه يجب وضع خطة مثل ما وضعت خطة مارشال الشهيرة التي كانت إبان الحرب العالمية الثانية بعد انتصار الحلفاء، بأنها ستكون هناك يجب أن يكون هناك خطة جديدة من أجل إعادة إعمار أوكرانيا وإعادتها إلى الخريطة الديمقراطية الغربية وليس الشرقية. لكن الجدير بالذكر أن حين تصدر ليستروس هذا النوع من التصريحات فهذا معناه أن الحرب مستمرة، وأنه ليس هناك أي نوع من الأفكار حول سبل سلمية لنزع فتيل هذا التوتر أو هذه الحرب. وحين تعلن بريطانيا أنه سيكون هناك استضافة لمؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا العام المقبل، فهذا معناه أن الأمور مستمرة كما هو الحال الآن، ولكن بدعم عسكري من بريطانيا ومن الحلفاء الغربيين بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لك عمرو المنيري مراسل الغد من لندن. أشكر أيضا مراسلنا من كييف عامر العروقي ومن موسكو يوسف بيغار. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو سترد بالمثل على طرد 70 دبلوماسيا طرد بلغاريا لسبعين دبلوماسيا روسيا. من جهتها قالت سفيرة روسيا في بلغاريا الأسبوع الماضي إنها ستطلب من موسكو إغلاق سفارتها في صوفيا بسبب عملية الطرد. الآن بعد هذه الحيلة غير القانونية تماما، تقدر وزارة الخارجية الروسية أن سفارتنا في الوقت الحالي لم تعد في وضع يمكنها العمل بشكل طبيعي. بالطبع سنرد على البلغاريين بالمثل.
أظهر استطلاع جديد للرأي أن أكثر من 70% من الأمريكيين لا يريدون ترشح الرئيس جو بايدن لإعادة انتخابه في عام 2024، وذلك بسبب الانكماش الاقتصادي والكفاءة. وأظهر تقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية أن الديمقراطيين بقيادة بايدن في طريقهم لخسائر فادحة في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر، مضيفا أن وجود كونغرس يقوده الجمهوريون من شأنه أن يجعل جدول الأعمال التشريعي للرئيس شبه مستحيل التنفيذ. وتشير التقارير من البيت الأبيض إلى أن بايدن قد انزعج من التكهنات والتقارير الواردة حول مستقبله. طالب المستشار الألماني أولاف شولز الأطراف المعنية بعملية التشاور بين الحكومة وكبار ممثلي أرباب العمل والنقابات بالتحرك المشترك لمواجهة التضخم، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار باتت مشكلة كبيرة تحتاج إلى تعاضد وتماسك المجتمع. ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بات هاجسا يقض مضاجع الأوروبيين ولا سيما في ألمانيا، ولذلك دعا المستشار أولاف شولتس إلى التعاضد والتماسك من أجل تجاوز المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد البلاد. المستشار الألماني بحث آليات للسيطرة على حركة الأسعار والعمل على تخفيضها، وخلال اجتماع مع النقابات وأرباب العمل والبنك المركزي وعلماء حث شولتس على إيجاد حلول للأزمة الحالية. المشكلة الكبيرة التي تؤرق الكثير من المواطنين هي الأسعار المرتفعة، يجب علينا أيضا أن نتحرك هنا بشكل مشترك. وبهدف تخفيف أزمة ارتفاع الأسعار، أعلنت الحكومة عن مقترح لصرف علاوات للموظفين معفاة من الضرائب، غير أن رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد اعتبر أن العلاوات التي تدفع لمرة واحدة لا تسهم بحل المشكلة، بل يجب رفع الأجور. رفع الأجور والإعانات الاجتماعية هو فقط الذي يمكنه أن يعوض أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية عن الضرر بشكل دائم. لكن بعض الخبراء الاقتصاديين الألمان وجدوا في اللقاء التشاوري الذي عقده شولتس مع أرباب العمل والنقابات من شأنه أن يجنب السقوط في براثن الركود لثالث أكبر اقتصاد في العالم. القلق الألماني المتزايد حول وضع الاقتصاد مرده إلى مخاوف من توقف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا وتبعات ذلك على الأسعار بشكل عام. كشفت الرئاسة الفرنسية عن تشكيلة حكومة إليزابيث بورن الجديدة التي تم تعديلها في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي خسر فيها الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة بالبرلمان. وركز التعديل على مبدأ التكافؤ والتوازن السياسي وقضية داميان عباد، وفي هذا الإطار تم تعيين أوليفييه فيران متحدثا باسم الحكومة، فيما تسلم كريستوف بيتشو حقيبة التحول البيئي، وعادت مارلين شيابا إلى الحكومة، وترك عباد الحكومة ليحل محله جان كريستوف كوم في وزارة التضامن. ويأتي التعديل الوزاري في أجواء حساسة جدا لماكرون الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية، لكنه حرم من الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا من ليون عبر سكايب سيد بيير ريمون، أستاذ العلاقات الدولية والمتخصص في الشؤون الفرنسية والدولية. أهلا بك معنا سيد بيير. بداية، ما خلفية هذا التعديل الوزاري والحسابات التي أدت إليه؟ خلفية هذا التعديل الوزاري طبعا هو حصول الرئيس الفرنسي على أكبر قدر ممكن من المساحة للتعامل مع المتطلبات الجديدة، بحيث هذه المتطلبات أفرزت ضرورة تكوين أغلبية نسبية، وبالتالي إعادة هيكلة جزء من الحكومة بطريقة تحاول ضم يعني عدد من الوزراء المنتمين إلى الأحزاب التي أصبح لها واقع أكبر في البرلمان مثل الحزب الاشتراكي، ولكن من بين الأبيات هذه هي الخلفية دائما، وهي نقطة
أكد عليها الرئيس الفرنسي أنه لا يريد ضم المعارضة أحزاب الأقصى، لا أقصى اليمين ولا أقصى اليسار إلى هذه الحكومة الجديدة. فبالتالي صحيح أنه قام بتوسيع رقعة الحكومة وأيضا استبدال وزراء هزموا في الانتخابات التشريعية بوزراء جدود، ولكن من حيث الحساسية السياسية والتشكيلة الحزبية للحكومة الجديدة ليس هناك تغيير جذري. طيب يعني ليس هناك تغيير جذري، كيف يجعلك تقيم من هذه التوليفة الحكومية الحالية، وهل ستكون قادرة على مواجهة أزمات البلاد والنهوض بها في المرحلة المقبلة باعتقادك؟ هي أكثر توليفة فعالية قام بتشكيلها الرئيس ماكرون على أساس أن التحدي القائم الآن هو إمكانية جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات حول التصويت القانوني للنصوص نصاً نصاً، بمعنى أن القوانين لن يقع كتابتها من قبل مستشاري حزب الأغلبية الحاكمة كما كان في الماضي، فعندها تمر على البرلمان تقريبا مرورا لا يلقى اعتراض، وإنما لن تتمكن الحكومة الحالية من تمرير نص دستوري إلا بعد مناقشات طويلة. فبالتالي حاول الرئيس الفرنسي هنا أن يرسل رسالة في الحقيقة كان قد أرسلها بعيد الانتخابات التشريعية، وهي أن العمل القائم الآن هي عمل الأحزاب أساسا وليس عمل الحكومة الرئاسية. هناك تغيير في الحقيقة من حيث الآلية، الآن الآلية قائمة أساسا على القرارات والاتفاقات التوفيقية بين الأحزاب. أشكرك جزيلا سيد بيير ريمون، أستاذ العلاقات الدولية والمتخصص في الشؤون الفرنسية والدولية من ليون. قال كبير مفتشي الشرطة الدنماركية إن الهجوم الذي وقع في مركز للتسوق بالعاصمة كوبنهاغن لم يكن عملا إرهابيا. هذا وأعلنت الشرطة أن مواطنين سويديين من بين ضحايا الهجوم هما في حالة حرجة. بعد ساعات من وقوع إطلاق النار في مركز للتسوق بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، قالت الشرطة إن الحادثة لم يكن عملا إرهابيا. لا يوجد في تحقيقنا أو الوثائق التي وجدناها أو إفادات الشهود التي لدينا يؤكد أن حادث إطلاق النار في مركز التسوق كان عملا إرهابيا. الشرطة الدنماركية تعتقد أن مطلق النار البالغ من العمر 22 عاما تصرف بشكل منفرد، وهو معروف لدى أطباء نفسيين في البلاد. وعلى الرغم من هذا تخطط السلطات الأمنية لإجراء تحقيق واسع النطاق والحفاظ على وجود عمليات ضخم في كوبنهاغن حتى يتم التأكد من هذه الفرضية. الجريمة هذه لقي فيها 3 أشخاص حتفهم وأصيب 4 أشخاص آخرين هم الآن في حالة حرجة. القتلى 3 شاب وشابة دنماركيان يبلغان من العمر 17 عاما ومواطن روسي مقيم في الدنمارك عمره 47 عاما. أما المصابون فهم 4 بينهم مواطنان سويديان يقبعان في المستشفى بحالة خطرة. السلطات المختصة أغلقت كامل جزيرة زيلاند التي تضم العاصمة كوبنهاغن ومدينة روسكيلدا، كما أغلقت عدة طرق سريعة بعد انتشار حالة من الذعر في المنطقة، خاصة وأن الحادث هو ثاني إطلاق نار في مدينة سكندنافية خلال نحو 10 أيام بعد هجوم على حانة وسط أوسلو أودى بحياة رجلين وأصيب 21 آخرين. برنامج من لندن متواصل معكم، وبعد الفاصل نتوقف عند بعض عناوين الصحافة البريطانية. أهلا بكم من جديد.
تناولت عناوين الصحف البريطانية مجددا الاتهامات التي طالت النائب السابق عن حزب المحافظين كريس بينشر وموقف رئاسة الوزراء البريطانية مما فعله النائب. ونشرت صحيفة الديلي تيليغراف تقريرا تحت عنوان رئيس الوزراء يواجه ردا عنيفا على بينشر. وقالت الصحيفة أن طريقة تعامل رئيس الوزراء مع ملف النائب بينشر أدت إلى سخط واسع في مجلس النواب وأثار استياء بعض الوزراء. وأفادت الصحيفة أن 3 وزراء مقربين من رئيس الوزراء انتقدوا قراره بتعيين بينشر بعد أن واجهوا العديد من التساؤلات عما إذا كان جونسون على دراية بأفعال النائب بينشر عندما عينه. وقال مصدر في مجلس الوزراء للصحيفة أن دعم كيفية تعامل رئيس الوزراء مع الاتهامات الموجهة ضد بينشر سيلحق آثارا مدمرة بحزب المحافظين. للتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا سيدة عزة الزفتاوي الكاتبة الصحفية من لندن. أهلا بك معنا سيدة عزة. ردود فعل عنيفة على طريقة تعامل بوريس جونسون مع النائب كريس بينشر، هل أخطأ بوريس جونسون التقدير عندما عين بينشر وهو المتورط بقضايا تحرش جنسي؟ هل يعقل أنه لم يكن على دراية كافية بما فعله هذا النائب؟ مساء الخير. هذا هو السؤال المهم في هذه القضية بالنسبة للنائب المحافظ بينشر. يعني من المفترض أنه هذه هي مسؤولية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عندما يبحث في تعيين شخص في منصب نائب زعيم الأغلبية في حزب المحافظين، وهو منوط بالمسؤولية لكي يتأكد بالفعل من انضباط نواب حزب المحافظين في اتخاذ القرارات والتصويت لمصلحة بعض التشريعات داخل البرلمان، بالمعنى أنه يتعامل بشكل مباشر مع النواب. وبالتالي كان على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يكون أكثر حرصا عند اختيار هذا الشخص لهذا المنصب. ولكن من الواضح أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغاضى إلى حد كبير عن هذا الأمر، خاصة أنه هناك الآن الكثير أو حوالي 6 مزاعم جديدة ظهرت بحق هذا النائب تتعلق ببعض الفضائح الأخلاقية. أيضا هذا النائب كان قد خضع لتحقيق داخلي في حزب المحافظين بين حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تريزا مي، وتم تبرئة ساحته واستبعد بعد الوقت، ثم عين بعد ذلك في منصب بوزارة الخارجية. إذا هناك الكثير من الادعاءات والمزاعم الأخلاقية ضد هذا النائب، وبالتالي كان على جونسون أن يتأكد بالفعل ولا يثير كل هذه الضجيج. يعني ما لبث أن انتهى بوريس جونسون من أزمة ويعني جدل كبير حول فضائح الإغلاق التي تسبب بها، حتى دخل في مواجهة أزمة جديدة. هل ستمر هذه القضية مرور الكرام، أم أننا بصدد قضية يمكن أن تهدد بوريس جونسون في المرحلة المقبلة باعتقادك؟ يعني اعتقد انه رئيس الوزراء البريطاني يعني يعاني كثيرا من الضغوط. هو كان يخيل له انه عندما سافر في 3 اجتماعات دوليه خارج بريطانيا، وعندما تصدر المشهد الاوروبي والعالمي عندما وقف الى جانب ازمه اوكرانيا ورئيس اوكرانيا وقدم نفسه انه بطلا في هذه الازمه، كان يحاول ان يخرج الى خارج الازمات والضغوط السياسية الداخلية عليه، وأن يهرب حتى من أسئلة الإعلام والصحافة بسبب هذه الضغوط الداخلية السياسية. ولكن بالتأكيد رئيس الوزراء البريطاني لن يستطيع أن يفلت من هذه الضغوط ومن هذه المشكلات، خاصة في ظل أنه فقد حوالي 40% من أصوات أو داعمي نواب حزب المحافظين. أصبح الآن هناك علامات وحديث على أنه رئيس الوزراء البريطاني أصبح عبئا على حزب المحافظين
المتقاعدين، ودار الآن الحوار والأسئلة، البحث عن شخصية تقوم بتوحيد صفوف الحزب بعد أن ربما فقد الكثير من السيطرة. يعني في هذه الأزمة ظهر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يحاول أن يبحث عن أن يتغاضى أو يغض الطرف عن بعض المشكلات الأخلاقية داخل حزب المحافظين، وأيضا يحاول أن يسترضي الداعمين أو من تبقى من نواب داعمين له حتى لا يفقد المزيد من هذا الدعم وتهتز صورته أكثر. طيب، أشرت طبعا إلى هذا الانقسام والضرر الذي يحل الآن بحزب المحافظين، كيف يمكن من شأن هذه القضية أن تزيد هذا الانقسام داخل حزب المحافظين، وبالتالي كيف يمكن تنعكس على أداء الحكومة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب والأزمات الداخلية والخارجية التي تمر بها البلاد سيدة عزة؟ يعني بالتأكيد أيضا الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة تمثل ضغوط داخلية متزايدة على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى جانب الفضائح الأخلاقية وأيضا معانا هو منه على مدى 6 أشهر فيما يتعلق بفضيحة حفلات الإغلاق. وبالتأكيد رئيس الوزراء البريطاني الآن سوف يواجه خلال الأيام القليلة القادمة ضغوط من المعارضة وأيضا من النواب الغاضبين داخل حزب المحافظين الذين يريدون الآن إجابة واضحة حول وضع هذا النائب. هناك من يقول أنه جونسون يحاول أن يبقي على هذا النائب داخل البرلمان رغم هناك ضغوط أن يقدم استقالته بالفعل، ولكن يعني تقديم الاستقالة سوف يمثل أيضا ضغطا على حزب المحافظين ويهز من الصورة المهتزة أصلا لحزب المحافظين داخل الشارع السياسي في بريطانيا. وأعتقد أنه حزب المحافظين سوف يحسم أمر هذا النائب يوم الجمعة في اجتماع خاص لتوضيح الصورة. لجنة 1922 المنوط بها وضع السياسات العامة لحزب المحافظين سوف يعني تنظر في وضع المتمردين داخل حزب المحافظين الذين يريدون إعادة النظر في قوانين التصويت على سحب الثقة التي هي لمدة 12 شهر أو لمدة سنة، فإذا تم التصويت على تغييرها لمدة 6 أشهر فلن يكون ذلك في غير مصلحة بوريس جونسون، لأنه ربما أيضا يعاد التصويت مرة أخرى عليه بعد شهور قليلة ضد سلطته وقيادته. طيب ابقي معي سيدة عزة زفتاوي، ننتقل لهذا التقرير إلى شأن آخر سلطت صحيفة الجارديان الضوء على تأثير الأوضاع الاقتصادية على الأطفال والأسر، ونشرت تقريرا تحت عنوان نصف أطفال الأسر وحيدة الوالدين يعيشون في فقر نسبي. وقالت الصحيفة إن نحو نصف أطفال العائلات التي يعيلها أباء منفصلون يعانون من الفقر بسبب تخفيض الحكومة للمساعدات المقدمة للعائلات في إطار خطتها التقشفية. وتحدثت الصحيفة عن تأثير تخفيف مستويات الدعم التي تقدمها الدولة والتي تسببت بوضع النساء اللواتي يربين أطفالهن بمفردهن في ظروف صعبة بسبب غلاء المعيشة. ويظهر التقرير الذي نشرته الصحيفة أن الفقر النسبي للأطفال في الأسر وحيدة الوالدين قد ارتفع بمعدل أسرع بكثير مقارنة مع الأسر الأخرى. أعود إليك مجددا سيدة عزة للتعليق على ما جاء في هذا التقرير. عندما تتحدث صحيفة الجارديان عن أن نصف الأطفال في الأسر الوحيدة وحيدة الوالد يعيشون في فقر نسبي، يعني كيف تنظري إلى دقة هذه الأرقام ودقة هذه النسبة؟ هل تعكس بالفعل واقع الفقر لدى الأطفال والأسر وحيدة الوالد في بريطانيا؟ يعني هذا التقرير الذي تقدم الآن من خلال صحيفة الجارديان ينضم إلى الكثير من التقارير التي تصف الوضع الاقتصادي في بريطانيا في ظل ارتفاع معدل التضخم لنسب عالية لم تشهدها بريطانيا منذ 40 عاما، وأيضا الحديث عن ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع أسعار الغاز والوقود والسلع الغذائية بشكل عام بسبب تداعيات
تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية الأوكرانية. أعتقد أنه كل هذا يعني يعطي انطباعا بأنه بالفعل هناك ضغوط على الأسر الفقيرة والأسر الأكثر فقرا التي تعاني بالفعل من ويلات هذه الأزمة الاقتصادية داخل بريطانيا. يعني دعيني أتحدث عن تقرير أيضا حديث ربما ينقل لنا الصورة عن الوضع الاقتصادي لهذه الأسر التي تتحدث عنها التقرير، وخاصة عن الأمهات المعيلات لأطفالهن بمفردهن. هناك حديث عن أنه بنوك الطعام، هناك ائتلاف من حوالي 500 بنك طعام في بريطانيا، يتحدث عن زيادة ارتفاع الطلب على بنوك الطعام من الأسر الفقيرة. هناك أيضا أمهات ربما لا يتناولن وجبات غذائية حتى يتأكدن بالفعل أن أطفالهم نالوا هذه الوجبات. طيب يعني سيدة عزة، نعم. يعني ما الأسباب التي أدت إلى وصول هذه الأسر التي تعيلها طرف واحد من الوالدين إلى نسبة الفقر هذه التي أشرت إليها وهذا المستوى؟ وإلى أي مدى تتحمل بالفعل الحكومات البريطانية المتعاقبة مسؤولية ذلك في تقليل نسب الدعم لهذه الأسر باعتقادك؟ يعني هذا يعود إلى أكثر من حوالي 12 عام، عندما بدأت حكومات حزب المحافظين المتعاقبة في بريطانيا باتباع سياسات التقشف والتخفيضات الكبيرة التي كان لها تأثير يعني موجع على الأسر الفقيرة، وخاصة الأسر التي تتكون من فرد واحد يعيل سواء رجل أم أو أب. يعني أيضا هذه التخفيضات على سبيل المثال، عندما قامت حكومة حزب المحافظين عام 2016 بتجميد الدعم الذي يقدم على دخل الأسر بالنسبة لأطفالهم، هذا الدعم الذي كان يقدم للأطفال حتى سن 16 سنة أو للأصغر سنا أو الأطفال الذين يكملون التعليم حتى سن 19 سنة، تم تجميد هذه المعونة أو هذا الدخل المادي، أصبح عبئا على الأسرة البريطانية في أن تكمل تعليم أولادها أو أن تقدم الغذاء وتوفر الرعاية الاجتماعية والمعيشية المطلوبة لأطفالهم. فأعتقد أنه اعتماد هذه التخفيضات وسياسات التقشف المتوالية كان لها تأثير كبير على زيادة نسب الفقر في الأسر البريطانية، وزاد عليها بالفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا وأيضا البطالة وأيضا الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم. كل هذا كان له انعكاسات كبيرة على هذه النسب التي تتحدث عنها التقارير بالنسبة لحالة الفقر داخل بريطانيا. طب وهل من شأن هكذا دراسات وتقارير تتحدث عن هذه الفئة محدودة الدخل أن تجعل الحكومة تعيد حساباتها مستقبلا في أهمية زيادة سبل الدعم لهذه الفئة، خصوصا أنها تطال الأطفال وأسر في غالبها تعيلها طرف وهي الأم باعتقادك؟ المشكلة الآن أنه نحن نتحدث عن محاولات من الحكومة البريطانية أن تقدم دعما لهذه الأسر الفقيرة. وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك قال أنه الحكومة البريطانية بتقدم حوالي 15 مليار جنيه استرليني لأكثر من 1.5 مليون أسرة فقيرة، ونصف مليون من الأطفال الفقراء. ولكنه تحدث على أنه هذا الدعم المقدم سوف يكون لفترة محددة وفقا للتوقعات التي تبنى عليها يعني نسب التضخم في بريطانيا. وقال أنه حتى هذا الدعم يمثل أيضا زيادة للإنفاق ويزيد من عملية التضخم داخل الاقتصاد البريطاني. فحتى المعونات وحتى الدعم المالي التي تقدمه الحكومة البريطانية هو دعم محدود لهذه الأسر، لأنه ليس واضحا إذا كان سوف تستمر هذه المعونات رغم كل المناشدات من الجمعيات الخيرية وما إلى ذلك التي تريد من الحكومة البريطانية أن يكون هذا الدعم مواكبا لارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار المعيشة، رغم أن الحكومة البريطانية أيضا حاولت أن تقدم دعما بتخفيض حوالي 400 جنيه استرليني في فواتير الطاقة. ولكن كل ما تقدمه الحكومة البريطانية يبدو أنه يعني هناك مطالبات بأن يكون أكثر فاعلية وأكثر حجما
حتى يستطيع أن تواكب به الأسرة البريطانية الفقيرة كل متطلبات أمام ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. نعم، أشكرك جزيلا سيدة عزة الزفتاوي الكاتبة الصحفية من لندن. طالب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أعضاء منظمة أوبك بزيادة المعروض في الأسواق العالمية وسط تحذيرات من احتمال وصول ثمن برميل النفط إلى 380 دولارا. ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن بيرول قوله إن العالم على أعتاب ركود اقتصادي غير مسبوق يستدعي حالة تأهب قصوى لمواجهة الارتفاع المضطرد في أسعار الطاقة. نقص خطر جديد يدقه مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول محذرا من أزمة نفط غير مسبوقة ومطالبا أعضاء منظمة أوبك بضخ مزيد من النفط إلى الأسواق العالمية لسد العجز الذي سببته العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وما تلاها من عقوبات ضد روسيا. يأتي هذا في إطار سعي وكالة الطاقة الدولية لمعالجة الأزمة قبل تفاقمها أكثر من ذلك في ظل إصرار الدول الغربية على خفض استهلاكها من النفط الروسي ردا على حربها في أوكرانيا. ومن أجل التغلب على الأزمة حثت وكالة الطاقة أعضاء منظمة أوبك على تجاوز التزاماتهم لزيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا. نحن بحاجة إلى الدول التي تملك فائض وقدرة على الإنتاج لكي تبلغ العالم عن استعدادها لجلب المزيد من النفط إلى الأسواق. بيرول وصف الوضع الحالي بأنه أول أزمة طاقة عالمية تفوق صدمة النفط في السبعينيات لأنها تشمل النفط والغاز والكهرباء، وأعرب عن أمله في أن تظهر المملكة مجددا دورها البناء في هذه الأيام الصعبة. تدخل فاتح بيرول جاء في الوقت الذي توقع فيه المحللون في جي بي مورغان بلوغ أسعار النفط العالمية 380 دولارا للبرميل الواحد، أي تسجيل ارتفاع بنسبة 111 دولارا مقارنة مع السعر الحالي، وذلك في حال حدث السيناريو الأسوأ وهو خفض روسيا إنتاجها اليومي بمقدار 5 ملايين برميل يوميا. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن عبر سكايب دكتور نهاد إسماعيل الكاتب المتخصص في الشؤون السياسية والاقتصادية. أهلا بك معنا دكتور إسماعيل. يعني بداية، ما واقعية هذه التحذيرات من إمكانية ارتفاع سعر برميل النفط إلى 380 دولار؟ وفي حال بالفعل صدقت هذه التوقعات، ماذا يعني ذلك بالنسبة لأسعار الطاقة التي هي في ارتفاع مضطرد وبشكل أثقل كاهل المواطن؟ نعم، شكرا على الاستضافة. هذا مجرد تحذير أنه في أسوأ الحالات إذا تم قطع 5 ملايين برميل من النفط من الإمدادات الروسية سترتفع الأسعار إلى مستويات باهظة. جي بي مورغان أيضا قبل حوالي أسبوعين ونصف وضع تقديرات أن السعر سيرتفع إلى 150 دولار للبرميل إذا استمرت حالة شح الإمدادات. نعرف أن أوبك بلس لا تستطيع أن ترفع الإنتاج الآن ولا تستطيع الاستجابة للرئيس بايدن ولفاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية لأنها مكبلة باتفاق ما يسمى أوبك بلس، أوبك وحلفائها. لذا أي زيادة في الإنتاج يجب أن تحظى بالموافقة الروسية، لذلك لا تستطيع أي دولة منتجة في أوبك أن ترفع الإنتاج منفردة وبطريقة أحادية بدون موافقة روسيا. ولإرضاء روسيا سيتمسك بهذا الاتفاق المحكم الذي قيد الإنتاج منذ مارس 2020 وجاء بنتيجة جيدة لأوبك ولدول أعضاء والدول الأخرى المشاركة في هذا التحالف، لأن الأسعار ارتفعت وارتفعت المداخيل. أعطيك مثلا أرامكو، أرباح أرامكو قفزت 39 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام. دول أوبك جنت 560 مليار في عام 2021 بسبب ارتفاع الأسعار. باختصار شديد، الإمدادات العالمية فشلت في مواكبة الطلب العالمي. هناك ثغرة، هناك نقص لا تقل عن 1.5 مليون برميل يوميا، ومن سيعوضها؟ هذا هو السؤال. نعم، طيب بيرول يقول أن العالم على أعتاب ركود اقتصادي
غير مسبوق. هل بالفعل نضجت المؤشرات بشكل يجعلنا نتنبأ بحصول ركود اقتصادي غير مسبوق على ضوء هذه التحذيرات غير التي لم نسمعها للمرة الأولى دكتور نهاد؟ نعم نعم، بسبب عوامل جيوسياسية الآن تؤثر على الأسواق. هناك ضعف في الإنتاج، هناك قلة استثمار في الطاقة الأحفورية، هناك شيطنة للطاقة الأحفورية من قبل الرئيس بايدن منذ أن دخل استلم الرئاسة. لذلك صناعة النفط تعاني من نقص بالاستثمار، والآن الاتفاقات المبرمة بين أوبك بلس وحلفائها هي الآن تقيد الإنتاج، وكذلك الطلب العالمي بدأ يرتفع بعد انحسار وباء الكورونا، والطلب الصيني سيتعافى. هناك طلب قوي على النفط، لكن الإنتاج لا يكفي، لذلك سنرى أزمة أسوأ مما كان في أوائل السبعينيات، لأن ذلك الوقت كان هناك مقاطعة مؤقتة لتصدير النفط العربي إلى الدول الغربية. الآن هناك مشكلة رئيسية هي الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي عطلت الإمدادات وأثرت على أسواق الطاقة بشكل عام، وليس فقط النفط. طيب يعني بل الغاز. كان نحن يعني أمام أفهم من كلامك دكتور. نعم. يعني أفهم من كلامك بأن ماضين باتجاه ركود اقتصادي هو الأسوأ لا محالة. ما هو المطلوب الآن للتأهب لهذا السيناريو؟ ما هو المطلوب من الحكومات لمواجهة تداعيات هذا الركود إذا كان قادم لا محالة؟ الركود قادم، لا أقول لا محالة، الركود قادم، لأن هناك احتمالات كثيرة وهناك عوامل وحيثيات تؤدي إلى حدوث الركود. وإذا حدث الركود سينخفض الطلب على النفط وقد ينهار وقد تنخفض الأسعار. لذلك المطلوب الآن أولا مكافحة التضخم برفع أسعار الفائدة، وربما سياسات تشديد السيولة النقدية في الأسواق، وربما شد الأحزمة على البطون تقشف والاقتصاد في استخدام الطاقة وترشيد الإنفاق على الطاقة وترشيد استخدامها، والإسراع في إنتاج الطاقة البديلة المستدامة، لأن الطاقة الأحفورية الآن هي بحاجة ماسة لاستثمارات جديدة، ولكن هناك قيود كثيرة عليها فرضتها الإدارة الأمريكية، وأيضا الاتفاق المحكم بين أعضاء أوبك بلس بتقييد الإنتاج. هذا خدم أعضاء أوبك وربحوا كثيرا، ولكن لم يخدم العالم لأنه لم يلبي حاجة السوق الكاملة. نحن بحاجة إلى مزيد من النفط، ربما هناك دولتين فقط تستطيع رفع الإنتاج وهما الإمارات والسعودية، بينهما يستطيع ضخ مليونين برميل يوميا خلال أسابيع قليلة، لكن أوبك وأعضاءه يعانون مشاكل. أشكرك. هناك مشاكل في ليبيا ونيجيريا ودول أخرى، لذلك نحن أمام سيناريو مظلم، ولا أختلف أن هناك الأسعار ستزداد وسيعاني المواطن. شكرا. وربما نواجه ركود اقتصادي. شكرا جزيلا دكتور نهاد إسماعيل على كل هذه المعلومات، الكاتب المتخصص في الشؤون السياسية والاقتصادية، كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا لك. انتهى برنامج من لندن مشاهدينا، لمزيد من الأخبار تابعونا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @ تلغت تي في.